عامر؟ عامر؟ عامر! بسم الله الرحمن الرحيم. سوري بس تكفى، ودنا المستشفى. سريها يلا انقلعي، ماني موديس. خذ انتم يا رجال، لازم نشحذكم عشان تودونا. لا يا شيخة، لا تقعد تسوي اللي فيلم هندي هنا في الغرفة. يلا خلاص موديس. وبعد الشعة واضح إن من السلفي مسكت الجوال الغلط. سناب شات إنستغرام، سناب شات إنستغرام، وين المواعيد بس؟ هنا يا دكتور عامر. طيب لا تنفخين، تفهمين ما تفهمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبي بس أبغى موعد الشعة لأختي. أبشر أبشر أخوي، أقرب موعد ترى بعد 4 شهور. أوف، 4 شهور؟ طيب ما يمديك تضبطنا من هنا ومن هنا؟ هذا المجد اللي عندي طلعنا. طيب اعتبرني ولد عمك، ولا اعتبرني صديق زمان كذا ايام الطفوله. نعم خلاص خلاص لا تنفق، نصيبك. يلا امشي. يعني من جدهم الحين 4 شهور؟ نسوي متل في نظام مستشفياتنا. يلا مشينا البيت. بس يلا لو سمحت، وش رايك اللي يسوي لك اشعه قبل 4 شهور؟ اتحداك، عندك واسطه؟ الحمد لله يا رب. اعرف لك مكان قريب يسوي لك الاشعه وكمان بسعر رمزي. موافقين؟ ايه سلامات، ما في رجال هنا؟ موافقين. هذا المكان، يلا وصلنا. اصبر شوي. متاكد ان هذا هو المكان؟ ايه متاكد، حتى شوفي في الجوجل ماب نفس الوصف. هذا الدكتور ينتظرنا، شوفي. نازلة. وش اللي بطلت على كيف سي؟ عموما براحتك، تبين تاخذين الأشعة نزلنا، ما تبين ننتظر 4 شهور. سبحان الله، أنا طبت ما فيني شيء. تستهبلين أنت وجز؟ أحمد رب بس اللي لقينا هالأجودي هذا. الله يسلمك. ولا كان زرعتي 4 شهور. طيب أخوانا أنا الآن محتاجكم ترقدوا لي في السراير عشان أسوي صورة. ترقد ليه؟ تستهبل انت وجهك. انا وش دخل امي؟ انا طبيعي ما فيني الا العافيه، هي اللي تعبانه ترقد ليه؟ لا ابشركم طبعا الجهاز ده من اقوى التقنيه في العالم الحديث حاليا، فلازم نقارن بين الجسمين السليم والمريض عشان يدينا صوره دقيقه وواضحه. والله اي نعم. هون حتحسوا بشويه قشعريره بس ما تخافوا يعني. أمه ذا صدع في أم روسنا. ما أدري، راسي أنا مصدع بعد. مشينا مشينا بس يلا. يلا. عامر تعال ساق. قايل لي سلعب في روسنا ذا. ما اشوفهم، وين راحوا؟ العيال من جو امس من الاشعه وهم نايمين من التعب. يا حسره قلبي عليهم، ما ادري وش فيهم. ما ادري وش فيهم. روحي صحيهم خليهم يجون. يلا مشي. ما في سلام؟ السلام عليكم يابا. وعليكم السلام. لا ما شاء الله، بلاي اهلها بخير، بس انت تحولين الامور هذه وياك. مساء الخير. مساء الخير ولا صباح الخير؟ صباح الخير. اقول قم صب قهوه والفقه. حاره. حاره، امسك حبيز. خلها علي يبا، انا اصب لك. مرسي. اقول انطب. شكرا. ترى انا عقب العسل نبي نروح نزور ابو عبد العزيز مو ابو صويحي،
نزوره ونجي. رح لحالك يبا، مالي خلق. الله أكبر، نسيت فزعة مياك عند الشرطة. طيب خلاص خلاص بروح. ما شاء الله، ما رحت مع أبوك؟ أخذت شاور يوم طلعت ما شفته، زين إنه راح، سمى لي خلق شيبان. طبعاً، ساعة كاملة وأنت تاخذ شاور. توصون شيء؟ خير إن شاء الله، على وين؟ طالعة يما. كذا؟ من غير استئذان؟ هذاني قلت لك. وش رأيك في كلامها؟ كيفها؟ خليها تطلع. يلا مع السلامة. هذا اللي الله قدرك عليه؟ يما واخري بتفرج على براك. عرفتوا الممثل براك؟ تزوج فهرية. أما والله حظها صراحة أنا ما يعجبني بالمرة. والله لا 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 ما أحب. هلا بالعيال، أرحبوا. أهلين ميمي، وراك تأخرتي، تعرفين زحمة الرياض يا لد. طيب البنات طلبوا قبل لا أجين، وش تطلبين؟ مشتهية شاي جمر. ما تبين بعد كنافة على الجمر؟ حلوة حلوة. اخلصي يا ام الجمر، انتي وش تطلبين؟ عندهم فصفص. الله يخسركم انتم وعلانكم. ايش بو ايش بو الحلو زعلان؟ تعال تعال كسر راسك. مالي خلق العب. ليش؟ ما عجبتك؟ انت غشيم خردة، مالك في اي شيء. هلا يا شباب. هلا هلا ارحم. هلا هلا عامر. نورت ابويا، كويس انك جيت. يلا يلا تعال كسر راسك. كيفك؟ ماشي. ايش فيك؟ ولا شيء. قول على الاقل ترتاح. يا اخي قلت لك ولا شيء. براحتك لا تقول، بس انا اسال لاني يهمني امرك. يهمك امري ولا تبي تطقطق؟ بتكلم معك بجد يا اخي. في وحده صادقتها وتعرفت عليها، فجاه كده عطتني بلوك في كل حساباتها. يا اخي ابغاها، احسها غير عن كل البنات. والحين تحس انك بلا قيمه وتافه صح؟ شفت قلنك انك بتطقطق صح؟ والله ما طقطق عليك. تبي نصيحتي؟ قل. اسمع، ارسل لها رساله وقل لها الله يوفقك وعيش حياتك هنيه والله يستر عليك بنت الناس. وبعدها بترسل لك رسائل، لا ترد عليها، اسحب عليها يوم يومين ثلاثه، قو قلبك خلاص. صدقني البنات ما يحبون الخفيف، يحبون الثقيل. اخس يا عامر يطلع منك. بعد اذنكم يا عيال تاخرت. الواد ايش بصار كذا؟ لسه الساعه ما جت 10. الله يستر عليه، الله يستر عليه، خليني نلعب. اجي من زمان ما جيت تعشى معنا. والله ما راح تعشى مع زمرمتك. وين الفيلم؟ امي بتجيبه. روحي ساعديها بسرعه خليها تجيبه. يبا قلت لك امي بتجيبه، ايش فيك؟ خلاص يبا انا راح اجيبه بسرعه. ما انت ملاحظة ان اخوك متغير؟ لا. الله يعطيك العافية يا ام عامر. الله يعافيك. لازم البصل يعني؟ اقول ابركها من ساعة اللي شفناك جالس معنا وتتعشى. عامر ما هي بعادة يتعشى معنا. عامر مسوي له شيء من برا. وخايف ان يطلع. هو انا مسوي شيء يبا؟ مشينا السوق. لا عاد يمه، قولي غيرها. خلاص يمه انا بروح معك. اي يمه انت اللي بتودينا، بس هي غصبا عنها تيجي معاي السوق علشان العزيمه. لازم تشتري لها ملابس جديده بدل هالملابس المقرفه اللي لابستها. مهما تسمعي كلام امك. يلا خلاص اركض، قول خلاص يلا مشينا. شفتي يمه تطقني؟ شفتي؟ اقول لكم اكثر. يلا العبايا. شو العبايا؟ قول روحي جيبها. يلا يلا
يوه خلاص ماني بقادرة اتنفس. كتمة كتمة. ايش فيك؟ استحي على وجهك تغطي. يما خليها تاخذ راحتها. وش اللي تاخذ راحتها؟ مسكينة كتمة. اتحداك يا لبس البطل. تعالي يا بنت، ملابس رجالية وين رايحة؟ عامر الله يخليك، انتبه على اختك، تعبت تراني، بروح اتقهوى. لا تشيلين هم يما. يلا. يلا. خلاص. لو سمحت تفضل. ما عندكم مراية؟ الا هذه المراية تفضل. شكرا. لا. واو واو مرة تهبل مرة تهبل، بس مرة محتار اخذ ذي ولا الاورانج. طيب انت تبيها لخطيبتك ولا بيني وبينك يعني لصديقتك؟ لا ابيها لي انا. لك انت؟ ايه عندك مشكلة؟ لا ما عندي مشكلة، خذها. يلا مشينا. يلا. ليش الحلو زعلان؟ وش دخل اهلك انت؟ دخلني باب المجمع علشان اشوفك يا قلبي. لا وينكد بعد. اقسم بالله اقسم بالله ان ما رحت من هنا لخليهم يطلعونك بالاسعاف، تفهم ولا ما تفهم؟ بديت القوي انا. يا ليل ام الورعنة. وش عنده هذا؟ تخيل هالزلابه يتحرش فيني. هو وسخ قليل ادب. يلا رح انقلع. يلا رح عند امك لعد تعودها. ايش رايك فيني؟ لا ما شاء الله قوي. الحين هذا اللي طلع معك؟ اقول الزبده بس، اذا جت ماما لا تعلمينها بالسالفة، أخاف يمنعونا من طلعة السوق. عيال، هذه البنت اللي قلت لكم عنها. لا ترد عليها، كل ما ثقلت كل ما تعلقت بك أكثر وتجي على وجهها. شكوش إيش في شعرك كذا؟ وع إيش حاط فيه أنت؟ فازلين. شو؟ فازلين. طب اسمع، شف ستايل شعرك ما ينفع له الا حاجه، تحلقه اثنين ومع الاطراف واحد وهنا السوالف نص. وش ذا فلافل ذا؟ اقول لك مالك ومال شعري وكمل نصائحك للخروف ذا. خروف خروف الله شعرك اللي في راسك. جتني فكره. لو سمحت أنا في غيرك يعني. المهم هذه سيارة ياسر وهو بالاستراحة صح؟ ياوة الله يعطيك العافية. نتي لي ابشري من عيون السنتين. ياسر 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 في حرمة تبغاك برا. أم عاد ما قلت لي؟ الأول بس 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 حكم صني شق وجهك. يلا وزع. ما أبي ألعب بلوت صراحة ولا حتى أنا ولا يا ليل الليل لمكم زلايب. عامر أنت وش سويت؟ والله ما سويت شيء. أقول لك وش سويت؟ ما سويت شيء. ما سويت شيء؟ أجل مين اللي فتح باب غرفتي ومين اللي فتح الدرج؟ أكيد أنت. يما اقول لك اسكت. يما اس اس يما بنت اعترف ولا اقول لك اعترف. اخذت الفير حقك. ليش؟ عشان شكش شعره فلافل حبيت اضبطه. الحين كم مره اقول لك يعني لا تدخل غرفتي. ما في انا مها ما في انا ابي منك شيء. ليه؟ والله ما عاد عيدها. والله التوبه التوبه مها. يما اقول اسكت يا ستار. يما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وش فيكم؟ ولا شيء نلعب. ما يما طقتني كذاب. ها عمي السلام عليكم. ايش بالحاسة انت؟ ايش فيك؟ مها طاقة عامر عجيب والله.
عامر من يوم هالبنت صغيرة وهي يجلد فيها. صدقني مهما تغيره صايرة تفشل. علميني وش اللي صار؟ أقول لك وش صاير. السلام عليكم. وعليكم السلام. المهم يا أم عامر، رحت السوق واشتريت قطعة القماش، هذيك القطعة الغالية، وديتها على الهندي عشان يخيطها لزواج أخويا. قام الهندي أخذها وما تدري إن هو قصرها ولا طولها، شكلها عجيب غريب. أبوك يا السالفة البايخة. هالبنت فشلتني، ليت من يضربها ويعقلها. عادي عادي يا خيتي، فترة مراهقة بتعدي. الله يعيني عليها. ايه كملي. وهذا اللي صار، غير ضربها لاخوها قبل شوي. يعني وش اللي صار فيهم؟ داخل فيهم جني. بسم الله على عيالي. حتى عامر ما ادري ايش فيه، ما يعرف يصب القهوه للرياجيل. كم حسابك؟ عامر اطلع يا رجال. قلت لك كم حسابك؟ 10 ريال. خذ 15. الله لا يبلانا. انقلع بس. هلا يا السور. اوكي اوكي خلاص، الشبس علي. وبعد الحلا يا مجنون. ايه قلت انا كده؟ مين تقصد ان انا؟ ايه قلت انا كده؟ مره وقتك غلط يا كفر. مين تقصد ان انا؟ يا هلا ومرحبا، يا هلا ومرحبا بالرجال، يا هلا. الله يبقيه الله يبقيه. وين عامر اللي بيجيب الحلا؟ يقولوا بشر الكفر حق سيارته والغايب، عذره معه. هاي شله، جايب لكم حلا شغل يديني، ان شاء الله يا رب يعجبكم. اجلس اجلس. وخر عني. داي كيفك يا السور؟ شف شف ذيقة تكفى، أمانة تعطيني رأيك. شنبو تبي حلا؟ لا واضح إنه حلو. مرسي شنبو. هذا عامر اللي ازعجتنا فيه؟ لا لا لا، مو هو بعامر، ذا من أخوك، هذا هاني. ترى مو هو بدايم يجي استراحتنا، ترى الأشكال دي ما تجي استراحتنا. قشوة وجع وجع، ما تستحي؟ يو ديش بقدوع زهدة. عورتني عورتني. إيش بقال من سجرم؟ أخصمك لا أبوك نسعد. قم 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 معي قم معي. هذه استراحة رجال يا هاني، كم مرة قلت لك لعدت لاستراحتنا صح؟ اطلع برا اطلع برا يلا. بنات بنات شوفوا من قاعدة تتصل. مها ترى طفشتني وبعدين شوفي صارت تفشل، أمي قالت لي لا تمشي مع هذه الأشكال. يا بنات ترى عادي، انسوها وطنشوها، هي أصلا بتمل وتبعد عنا هي وكورتها اللي أبلشتنا فيها ذي. حقيرات ما يردون علي وانا عارفه انهم مع بعض، والله ما خليهم. وانت ايش فيك بعد؟ اصحابي يطردوني من الاستراحه. اذا ما خليتهم يعضون الارض ما اكون انا مها. بسالك هم ليش ما تقبلونا؟ زلايب. لا اكيد في شيء. هذا اللي صار. اسمعوا انتم لازم تعرفون من وين بدت المشكلة عشان تحلونها. ما في حل. اسأل هالرجال. اكسكيوز مي، في دكتور كان هنا ما شفته؟ أنا مثلكم أدور عليه، لها أسبوع مختفي ما لها أثر، حسبي الله عليه.
We'll be right back.